أنا خالد خليدامة، عضو لجنة تنسيقية جمعية مستقبل الخيري لدعم الطلبة الجامعة دهوك. بنافي جمعية مسباسيا قناتي إزديني وستكين. أم جروبا كشيت جمعية مستقبل الخيري، جروبا كشيت لجنة مهادنا شنغالش برم فان خيرات أب قهينا خلقي ماي شنغال، القند دورو برا شنغال وكمباسر دشتي. ما اف خيران مش توزيعي مش حردان دست بكرين حتى بخانه سوري وان مجمع عرم هاتين مچونا شنگال مركز مدينه شنگال وكم باسر دشته عدد عائله اف خير قهشتي عدد عائله نزنجا 800 عائلي بو وف خيرات اعداد جمعيه مستقبل الخيري كوم كرين قهشتا بردسته وان نقطه هبون عدو جمعيه مال الباجار اوروبا وامريكا القلق منطقه هبون خيرات قهشنا بردسته وان بطريقه لايف مجاور مروان بابيري وابو زكي توفيق خطاري او رئيس جمعيه وي اشراف السرفي توزيعي كير او الكامب كردستان هم موجود بوس او خيرات قهشنا بردسته وي نهو بتوجيهات الجمعيه جروبا كين ام هاتينا شنغالي من خيرات الشنغالي توزيع قرن وحملة ما هو خلاص بويا وجمعية مستقبل الخيري هي مستمرة بشغل خدا وفيتريسيس على دعم طالبة جامعة ومعهدات كطالبة زديا وبشتي دوام سكني أسمى كورونا تشيبوي او فكرة اقتراح كرن انه في مبلغ كي خلقي ماي اس دي كوم كنت اوروبا وامريكا وان ومساعدة وان عائلة بلنغاز بكينا في مصدر عايشة كيوانا إن الراتب هاي إن معيلة كيوان هاي وبطريقة أو خيرا خلق ما يوربها كوم كيري أو خيرات بو جمعية مستقبل الخيري السرفان عائلة وزعانت عدد مستفيد الشنغالي نزين يحصل عائلي بو